هو صراحة حنايا من نهار تسربت هاد المسودة الجديدة للقانون، مشروع القانون اللي أطلق عليه رقم 1622، من نهار تسربت وحنايا كنشوفوا أن يستحيل أننا يعني كعدول أننا نمارسوها بهذوك القيود اللي كاينين فيها. ملي كتصورها التطبيق ديالها العملي كتقول هذا شي حاجة مستحيل أنها تطبق. القضية ديال الثنائية، الإلزام ديال باش تكون ثنائية في التلاقي، وأنك يعني أمور جات. احنا كنا كننتظروا أننا يخرج واحد القانون اللي ينصف العدل وينصف المرأة العدل اللي التحقت من 2020، يعني الفوج ديال 2018 كأول فوج للنساء. كنتظروا أنه يتعدل القانون لشي أمور اللي غادي تخدم، اللي تسهل عليها الطريقة ديال الممارسة. طالبنا بزاف الأمور، طالبنا بالشهادة ديال النساء في اللافيف، طالبنا بأمور كثيرة. المشروع جاب بها، ولكن جاب بواحد الشروط اللي صعيب أنها تحقق على أرض الواقع. يعني ملي تتقرا داك المشروع كتقول أن هاد النوايا، كتولي تشك في النوايا ديال الوزارة في أنهم كاين واحد شي حاجة تحاك ضد هاد المهنة، أن ممكن الإقبار ديالها والله أعلم، لأن يستحيل أننا نمارسوها في ظل هاد القانون بهذا المشروع اللي خرج. هاد المشروع اللي خرج الأغلبية تيقول إلا خرج المشروع بهذا الشكل اللي هو فيها، أن غادي يعني استقالة جماعية، قال النساء غادي يقدموا استقالة جماعية من هاد المهنة، لأنها مهنة صعيب أنك يعني تمارسها في هذيك الظروف. يعني شنو كتقترح انتم اجل الخروج من هذا السجال؟ لا، كنقترحوا ان المهنه يخرجوها من داك النمطيه اللي دايرين ليها، وان دائما كينظروا ليها كانها مهنه دينيه وهذا، وان ما حدنا حنايا ما دمنا اننا كنمارسوا المهنة قانونية نمارسوها في ظل هاد القوانين الوضعية كاملة اللي كاينة، إذا حتى طريقة الممارسة ديالنا حنايا ليها كمهنيين خص ينظروا ليها من ذاك المنظور، ماشي من المنظور الشرعي ولا المنظور الديني. يعني هذه مهنة قانونية كان مارسوها، خصنا نمارسوها في ظل الدستور وفي ظل القوانين اللي كاينين، ويسهلوا الطريقة ديال الممارسة. يعني حنايا منين نجيو نمارسوها، ماشي ديك القضية منين درنا العقد الإلكتروني مثلا، أو لا نقدر ناخذ نتلقى شهادة إلكترونيا عن بعد. علاش أنايا غادي يكون التلقي مع مثلا عدل في نفس المكان وفي نفس هذا؟ علاش ما يكونش؟ ما عندناش حنايا يعني كاين تناقض. الا جيتي تشوف المشروع ديال القانون كله فيه كله تناقض. يعني واش كتحس بواحد الاجحاف مقارنه كنساء مقارنه مع النساء المنتمين للتوثيق العصري؟ أكيد هو إجحاف، ماشي غير النساء المنتمين، النساء عامة في جميع المهن القانونية الأخرى. لأن إحنا أول حاجة خصك هذه القضية ديال اللي قلت لك ديال الثنائية، وبواحد التشدد اللي ما يمكنش. حنايا ما دمنا كنتلقاو الشهادة مثلا من عند الناس، أو لا كنتلقى عقد فيه مثلا دي عقد البيع في إرادة ديال جوج الناس، راه أنا كنطبق فيه القواعد القانونية، ماشي أنا ما غاديش نجيب فيه شي حاجة يعني من راسي أو لا شي حاجة، كنطبق عليه القواعد القانونية. هاد السيد كيتملك، هاد السيد شرا عنده، كنطبق هذا. خص الاليات ديال الاشتغال يتسهل على العدل باش انه يمارس المهنه ديالو. وحتى القضيه ديال التسميه راه طارت الجدل بزاف، على لان ما كاينش شي مهنه كتسمى بالاسم ديال الممتهنين ديالها، الا المهنه ديالها ديالنا اللي ما عرفتش علاش غادي لهاد يعني
اللي الوحيده هي متميزه في هذه القضيه ديال ان نطلقوا الاسم ديالها، نستقوه من الاسم ديال الممتهنين ديالها اللي كيطلقوه عليه الناس عامه. اليوم حنا كنا في ندوه اللي كتكلم على مسوده القانون الجديد اللي غينضم مهنه العدول او مهنه التوثيق العدلي. للاسف بصفتنا حنا كنساء ولجنا هذه المهنه، هذه مهنه العداله يعني باراده ملكيه منذ 2018. كنا كنتظروا ان القانون يكون في صالحنا، يعني انتظرنا مثلا يكون عندنا التلقي الفردي، تكون واحد نحسوا بواحد الامن المهني داخل هذه المهنه هذه. لكن للاسف احنا طالعنا على المسوده الاخيره اللي راجت كنلقاو مفاجات اللي هي غتزيد تكبل العدل الممارس وغتقيدوا اكثر، وللاسف هذه ما كتخليش واحد الشعور بامن مهني. بالعكس العدل غادي يبدا يستحضر دائما القانون الجنائي، يبدا يستحضر المساطر التاديبيه، يستحضر يعني مجموعه من العقوبات باش يقدر يكتب اي عقد خصو يبقى يعرف بعدا شنو هما الامور اللي غيقدر يتشكل عليه خطر في هذاك العقد. يعني هنا عرقله لممارسه العدل، المهنه ديال التوثيق العدلي للاسف. وحنا كنتمناو انه قبل ما يخرج القانون الحقيقي يعني ديال المهنه تكون فيه عده مراجعات، ويستحضروا فيه المسؤولين المكتسبات ديال دستور 2011 اللي هي مكتسبات يعني رائده في مجال حقوق الانسان، واللي هي اكدت على المساواه وعلى المناصفه. اليوم الجمعيه تعقد هذه المائده المستديره من اجل يعني تسليط الضوء على هذا المشروع ديال القانون 16/22، وذلك بعد الانتكاس التي عرفها هذا المشروع من بعد ما توصل المكتب التنفيذي الى محاضر رسميه مع الهيئه الوطنيه للعدول، الشيء الذي اثر سلبا على تسريب احدى المسودات التي كانت يعني للقطاعات الحكوميه او للقطاعات الوزاريه، والتي عرفت انتكاسه خطيره في بالنسبه لمجموعه من المطالب التي ناضل عليها السيد العدول على مر يعني جلسات الحوار، والتي كان يستلهم فيها من اصلاح ميثاق منظومه العداله، الشيء الذي اثار حفيظه السيد العدول. وطالب يعني نحن نتحفظ بشده على هذه التراجعات وعلى هذه الانتكاسه التي عرفها المهنه، خاصه ان قانون 1603 هو قانون قديم وعرف مجموعه من الثغرات التي تحول دون ممارسة السادة العدول للمهام التوثيقية على أكمل وجه. كنا نتوسم خيرا في هذا المشروع على أن يتجاوز مجموعة ديال الثغرات ومجموعة ديال الانتقاصات اللي كانت في القانون الحالي 1603، وأردنا أن يعني في هذا المشروع أن تكون هناك يعني رؤية تشاركية وحكامة توثيقية من أجل يعني إعطاء دفعة قوية لهذه المهنة باعتبارها مهنة شريفة وعريقة تتجدر في أذهان السادة، في أذهان المواطنين المغاربة، وباعتبارها ضاربة في هذا البلد الشريف الحبيب. أيضا أردنا يعني من خلال هذا المشروع أن نوصل، أو من خلال هذه المائدة المستديرة أن نوصل أصوات السادة العدول، وأن يعني نحاول أن نغني النقاش والساحة التوثيقية حتى يكون المكتب التنفيذي يعني أحد المقومات من أجل يعني النقاش مع الوزارة ومع القطاعات الحكومية. ونحن الآن في صدد أننا رفعنا مجموعة ديال التوصيات من أجل تدارك مجموعة ديال الاختلالات اللي عرفها هذا المشروع هذا، ولنا في المكتب التنفيذي والهيئة الوطنية قيادة ومكتبا الخير بأنهم ينصفوا هذه المهنة، ومن أجل إعطاء يعني واحد القانون الذي يلبي رغبات جميع السادة العدول على مستوى التراب الوطني، ومن أجل تحقيق الأمن التعاقدي للسادة المواطنين المغاربة. والشكر.